هاي احنا نسوي دي كالسيفايد ازاله الكالسيوم اثنان بريباريشن تحطها للبون فد يعني ماتيريال محدده فد فلويد فد اكي وصف فلويد يكون عندي يا اما يكون اتش سي او او اي اسيد سي حتى يذوب الكالسيوم او نايتريك اوكسايد يعني بدي ماده حامضيه تذوب فهاي طريقه لتحضير وليس نوع من البون لانه يعني هاي الأغلاط تتكرر سنويا أنبه الطلبة عليه نعم.